حياكم الله أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم. وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، عدنا وإياكم لاستقبال الشعراء عبر الأثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال سكايب أو كذلك الضيوف الذين نستضيفهم في استوديوهات الرافدين. عدنا من جديد لنستمع إلى القصائد العذبة بأصوات أصحابها وكذلك إلى النصوص العالية التي تستحق أن تخلد في وجدان الإنسانية. معنا عبر الإنترنت لهذه الحلقة أعزائنا المشاهدين الشاعر والكاتب المغربي الأستاذ محمد سعيد المقدم. حيا الله أستاذ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، يا مرحبا بك ومربحا. يا أهلا ومرحبا بكم أخي مصطفى، شكرا لقناة الرافدين التي فتحت لنا هذه الشرفة الجميلة بيت القصيد لنطل عليك ومعك على باقي الأقطار العربية الأخرى. أهلا بك أستاذ محمد. بداية وقبل حديث ذو شجن أو حديث ذي شجن، قبل حديث ذي شجن يتعلق بالشعر ويتعلق كذلك بالنثر وربما يتعلق بنظرة الإنسان إلى أخيه الإنسان وكيف يمكن أن يكون صورته ويعبر عنه، قبل كل هذا حدثنا قليلا عن محمد سعيد المقدم، الطموح، العمل، الحياة، لنتعرف إليك أكثر بحدود ما تود أن نعرف. تفضل أستاذ محمد. في الحقيقة أخي محمد، أخي مصطفى، فمحمد سعيد شبه نفسه بالخيل ربما عندما تصادفنا العراقيل. طبعا نتحدث عن الطموح، فأقول عندما تصادفنا العراقيل نحسبها حواجز في ميدان الفروسية، ونحن الخيل يركبنا فارس اسمه الإصرار. محمد سعيد المقدم من موالد مدينة طنجة شمال المغرب، أعمل في قطاع الصيد البحري. خرجت في سن مبكرة من المدرسة بسبب هوايتي، وألا هي والصيد بالقصبة، وأيضا التي أعتبرها جزءا من الهوية، هوية العائلة، لأن مجملنا يشتغل في هذا الميدان، ميدان الصيد البحري. أخي مصطفى، يعني تطورت من أن تكون هواية فقط فكرة الصيد إلى أن أصبحت مصدر رزقك الرئيس حاليا. نعم، وأيضا جزء من الهوية، هوية العائلة، وأيضا من هوية المدينة بصفة عامة. ربما لو مر أي من الناس على البحر شكى له شيئا من همومه، استمتع بمنظر الأمواج الخلابة، المشهد البديع للبحر أو المحيط الممتد طولا وعرضا، لكن حينما يود أن يصف البحر شاعر ركب البحر، ماذا يمكن أن يقول؟ الحقيقة في هذا الباب تقمصت اللغة العربية، فقلت حملت البحر فوق كفوف شعري وأبحرت انزياحا في مجازي، ولم أعبأ بريح عاتيات لأن البحر رهن بانحيازي، أنا لغة لها في السحر فن حقيقته بيان من مجازي. تعلم أخي مصطفى، طنجة تقع في منطقة محورية، فهي تحل المدينة بأكملها تحل على جبل طارق، وجبل طارق كما يطلق عليه الأندلسيين بحر المجاز أو بحر المجاز أو بحر الزقاق، وهنا يلتقي المحب للشعر، لأنني ربما لازلت أتمخض من رحم القصيدة أخي مصطفى، وهذه حقيقة أود أن يعرفها الجميع، لأنني قارئ نهم للشعر أحبه جدا، وأيضا قرب للشعراء خصوصا في هذا العصر، عصر العولمة والوسائل الاجتماعية، مد الجسور، فعشقت هذا الشعر أكثر، وارتباطي بالبحر حببني إليه، خاصة وأن القصيدة تشبه السمكة، فتعلمت بعض الشيء من لغتكم أخي مصطفى، وها أنا أحاول. حياكم الله أستاذ محمد مرة أخرى، نرحب بكم في برنامج بيت القصيد من خلال هواء الرافدين. الشعراء الأندلسيون أو أهل الأندلس بشكل عام لهم يعني حكايات ذات حنين مع بحر الزقاق يا محمد، وربما تعرف.
نعم، كما بعض المضايق الآن في هذا العصر، والشعراء الذين جربوا مسألة الهجرة من أوطانهم الموبوءة للأسف، فهم أيضا اتخذوا من ذاك الاضطهاد الصليبي للأندلسيين أيضا تيمة في شعرهم التي تعبر عن المنفى وأحواله، سلبيته وإيجابيته. كما إذا تحدثنا عن الشعر الأندلسي في ذاك الزمان بالخصوص، فالحديث عليه يطول ويحلو كما قال نزار قباني أخي مصطفى. فربما الأندلس نعيشها الآن حاليا في الوقائع التي تشهدها فلسطين حاليا، نعم، وهي نسخة أصلية من فلسطين، هكذا نعتبرها. قليل هجوع العين إلا تعلة على وجل مني ومن نظرائي، فقلت أذقنيها، فلما أذاقها طرحت عليه ربطتي وردائي، وقلت أعرني بدلة أستتر بها، بذلت له فيها طلاق نسائي. هذه الأبيات قالها شاعر أندلسي حينما زار أهل المشرق وقال لهم: ما رأيكم بشعر الأندلسيين؟ فقالوا له إن شعر الأندلسيين ضعيف. فقال لهم: اسمعوا لهذه الأبيات، وهي لأبو نؤاس، الأبيات التي قرأتها عليك. فأشادوا كثيرا بالبلاغة وبالأبيات، حتى أنهم شطحوا كثيرا يعني يعني ميلهم للأبيات وصاحبها. ثم قال لهم: إنها لي أنا الشعر الأندلسي، الذين تقولون إن شعراء الأندلس ضعاف مقارنة بالشعراء المشارقة. عن فكرة أستاذ محمد يعني التقارب أو التمازج الثقافي ما بين مختلف عناصر الثقافات العربية، بغض النظر سواء كانوا مشارقة أو مغاربة، هذا التمازج الثقافي أو تبادل الثقافة يعود بالنفع والإيجابية على المشهد، ما رأيك في هذا؟ نعم أخي مصطفى، كما تفضلت به فهو يعود بالجمالية على هذا المشهد. وقبل قليل أشرت لهذا، ربما الأندلس كان فيها هذا التنوع الثقافي بحكم أن المشارقة والمغاربة اجتمعوا هناك وامتزجت ثقافتهم المغاربية وهي الأمازيغية بالخصوص، والثقافة المشرقية مع الثقافة الغربية. يعني ونحن نتحدث بين قوسين عن النصارى واليهود، لأنهم كانوا يعيشون بسلام وأمن، فكان هناك التجديد نعم في الشعر العمودي والذي حط في الأندلس، وهو قادم إليها من المشرق، فعاد إلى المشرق بحلة جديدة، لأن ذاك التمازج ما بين الثقافات أضاف تلك الجمالية التي تحدثت عنها أخي مصطفى، وعرضت تلك الأبيات قبل قليل، نعم وهذا هو الجميل في تلاقح الثقافات. نعم فوالله ما برت يميني ولا وفت، فكل يفديني وحق فدائي، كما قال الشاعر أو كما قال في أبياته: فوالله ما برت يميني ولا وفت له غير أني ضامن بوفائي، فأبت إلى صحبي ولم أك آئبا، فكل يفديني وحق فدائي. هذه أبيات ليحيى الغزال الشاعر الأندلسي الذي زار العراق ذات مرة وفرح كثيرا بلقائه الشعراء المشارقة. قبل أن نواصل حديثنا عن الأندلس، عن نصرة الإنسان، عن الشعر ومستقبل الكلمة في زمن التواصل الاجتماعي وهيمنة التكنولوجيا، قبل كل هذا نريد منك أن تسمعنا نصا، سواء كان من الشعر العمودي أو من التفعيلة أو مما تحب. تفضل يا أستاذ محمد. حسنا أخي مصطفى، سأبدأ من ما دمنا تحدثنا عن الأندلس وطنجة، نص نثري قريب لي وبعنوان غرور البحر. أقول: ثمة على الساحل الشمالي شاطئ يعرفني وأعرفه، شاطئ لي فيه رغبة الإبحار بلا خريطة، بلا برديات مسافات الغياب، فليس في تناول ظاهرته الحارقة إلا نفس السؤال القديم وحبال بالغة الإلحاح،
تتوسلني أين الجواب أين الجواب؟ وحدها الموجات الوالهة بنا قادرة على فك ضفائر اللغز، وحدها تطل على فؤاد منكم الضباب، قصيدتي المؤجلة تناشدني عربون محبة، تمنحني القرار بلا قرار، تزرعني في عمق العمق، تلقن صمتي حكمة الحرب وأسباب العبور إلى مقام الشجاعة. وهذه النوارس تخلع أسرار المرويات الغارقات في قعر المنسى، تسأل عن جناح صفق حرا في وجه الفراغ، على أهبة السفر الطويل كنا عمرا بلا انتماء ولا سجلات، هنا حيث تاريخ الأرض لا يركض فيها، يعاندها عناد الأشداء، وفي ذروة التأمل الوارث المعنى يحدث أن يجذبني البحر، يحدث أن يجذبني البحر من ذراعي الأيمن، مثل جدة تخشى على حكاياها من النسيان والضياع، يجذبني يهمس لي. هل تعرف من أي الموانئ فكت حكاية الدهشة الأولى وأرخت حبال شرائها العتيق وشدت حقائبها، حيث سر الأسرار ذات وقوف على أهبة لا عودة وانتظار ألق بطول أرصفة العشق. ناولني البحر رسالة في زجاجة، بين سطورها رأيت ظلا لا انعكاس لي، يقول من غاب منذ 1000 خرافة رابدا في الأعماق لا يهتم بغيره، لا بالزمان ولا بعد الأيام، وذاك أنه لا أنيس للجلال إلا نفسه، فلا طالما كان مكتفيا منذ الأزل بنفسه بكأسه المملوء شرابا معتق، يحضن أسرار عرق الغرق ولا يهتم إلا بمن يتلي للمرة الألف بالشهادة أن للغوص في الأعماق خشوعا شبيه بكل طقوس العبادة، فذلك الأثر على كف الأرض، وكل ما فاهت به شفاء الماء سواء، كل في ذاكرة الزرقة وشم على جلد الوقت الذي لا يفتن عن تقسه، فكل ظل هو سر من أسرار المدى، عميق الصدى بين كفي الأبد الأزرق، كل العالم في حسبان المطلق سواء. يعجبني حد النشوة غرور البحر وما فيه من كبرياء، يعجبني حد النشوة غرور البحر وما فيه من كبرياء. عشت يا أستاذ محمد، وفي هذه المقطوعة النثرية ما يصح أن نسميه جملا شعرية شاعرية عالية بالتصوير الشعري، وإن لم تكن كتبت على أوزان الخليل، لكننا سننتصر للخليل هذه المرة وبلسان محمد سعيد المقدم مرة أخرى. قبل أن نواصل النقاش نريد منك أن تختار فقرة شعرية ما أو موضوعا أو ربما قصيدة، نحن جاهزون لنستمع إليك، تفضل أستاذ محمد. انتصارا للشعر العمودي أخي مصطفى وردا على أدونيس، أقول تركت على جدار الصمت صوتي، لعل صدى الجدار يضيع صيتي، في هذا الحرف في روحي ضياء إذا أشعلت في القنديل زيتي، وهذا السطر في عرفي مجاز إذا أبحرت فيه صار بيتي، أنا الشعر الذي عمرت عمرا ولم أعبأ بمن أوشى بموتي، أنا الشعر الذي فلسفت موجا وأهديت النوى مفتاح يقتي، ولي محراب ماء في فضاء تجاوز في المدى حكما أسمتي، أنا البحار في لغة وبحر معا وكلاهما صوت لصوتي. يا سلام يا سلام يا أستاذ محمد، وكلاهما صوت لصوتي، أحسنت كثيرا. أستاذ محمد، في الأزمنة السابقة تحدث عن يعني النتاج الثقافي والإبداعي باللغة والشعر على اختلاف العصور التي ننتمي إليها في أمتنا،
يعني برز فيها أصوات عالية كثيرة تدعو إلى التواصل الشعري، تدعو إلى البناء لا الهدم، لكن بعضهم في زماننا يرى أن الأصوات التي تدعو إلى الهدم للأسف قد تجد حيزا وتجد منصات وتجد من يستمع إليها وتنادي بهدم الموروث الأصيل، وتنادي بهدم اللغة، وربما تنادي بهدم الشعر المعروف، الشعر العمودي، الشعر الأصيل. السؤال هنا، لماذا يمنح أمثال هؤلاء منصات وفرصة لإبداء هذا الرأي الهدام الذي يؤثر على اللغة وربما يسيء للعربية وأهلها؟ أنا أتصور أخي مصطفى ذلك من النتاج الغربي. نعم. يعني ربما سأذكر هنا مثلا جاك بريدا، وهو صاحب النظرية الفلسفية في الأدب الذي أتى بالتفكيك وتفجير النص. نحن نشاهد الآن الكل يفك في النصوص، مثلا النقاد ينتقدون اليوم ربما القصيدة العمودية أو النثرية ولكن بدون ذمة، يعني طمعا في رضاء أحدهم أو لكي يصله شيئا من جيبه. وهذه المسألة في الحقيقة هي فتنة المال طاغية على كل شيء أخي مصطفى، على الأدب وأيضا على الثروات وما تبع ذلك. صحيح أخي مصطفى، ربما نحن اليوم نعيش في وسائل في عصر أقبح من العصر المنصرم، ونحن نتحدث عن شعراء الحداثة في زمن الحداثة، يعني في أواخر التسعينات ما بين شعراء اليوم. اليوم هو انسلاخ شبه تام من الهوية العربية، وأيضا نتحدث عن الهوية العربية فنحن نقصد اللغة أولا، وهذا كما قلنا بدافع من جهات تشتغل على الأيام الوطن العالمية والأعياد هذا العالمية. واضح. نعم أقول لك هذا واضح. نعم نعم أخي مصطفى، كما أننا في هذا الوقت نود ربما كما قال مؤخرا الروائي أيمن العتوم بأن دور النشر والمنابر الإعلامية تساهم في صناعة شعراء من ورق أخي مصطفى وأدباء في مجال الرواية والقصة إلى غير ذلك. صحيح. طواعية لأجندات لا يمكننا الحديث عليها لأنها تنقسم حلقة خاصة أخي مصطفى. وهذا ما أعتقده، ما بلغ بنا إلى حد هذا لهذه الدرجة من التفكك العقائدي وأيضا للأسف. من الناحية اللغوية والأدبية والشعرية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد، أكيد متواصلون معك في هذه الحلقة ومع السادة المشاهدين الكرام. نرجو أن تعد وتجهز وتستعد لإلقاء قصيدة من الشعر العمودي الذي ستنتصر له مرة أخرى، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام نخرج إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة من بيت القصيد، مستمرون معكم ومعنا عبر الإنترنت الشاعر المغربي والكاتب الأستاذ محمد سعيد المقدم. مرحبا بك مجددا أستاذ محمد سعيد. مرحبا بكم أخي مصطفى بدوركم في طنجة وفي بيت القصيد. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. أحد الشعراء الكبار وربما كان الأعشى
قال هذا البيت: في قبيلة أنف الناقة كان أهل هذه القبيلة يخجلون من ذكر اسم قبيلتهم، لكن حينما خلد اسم قبيلتهم في هذا البيت وأظهر مناقب الجمال والحسن بأنف الناقة، حينما قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب، حينها أصبح أبناء هذه القبيلة ينتسبون إلى قبيلتهم بكل فخر، بل ويباهون بيعني تصدير نسبهم والإفصاح عنه في كل المجالس. وهنا يبدأ موضوع جديد أود أن أناقشك به أستاذ محمد، ألا وهو نصرة الآخر بالكلمة، ومن أولئك هو ما يقع من دور على الشعراء تجاه المكلومين المعذبين في منطقتنا العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، وأنت تتزيى بهذه الكوفية الفلسطينية التي تحمل علم فلسطين والمغرب في آن. الفكرة من هذا قبل أن تتحدث عن فكرة الانتصار للمظلومين، تفضل. في الحق دور الكلمة، تقصد دور الكلمة في نصرة المظلومين أخي مصطفى؟ قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع أريد أن تحدثني عن فكرة ارتدائك الكوفية التي تحمل العلمين الفلسطيني والمغربي، ومن ثم نذهب إلى موضوع الانتصار للمظلومين بالكلمة. في الحقيقة أخي مصطفى، ارتباطنا، ارتباط المغاربة بفلسطين، هو ارتباط قديم قديم وأيضا تاريخ كبير. يكفي أن لنا بابا من أبواب القدس الحبيب تحمل اسمنا. أما بالنسبة الكوفية فهي ربما تمثل أيضا صورة حنظلة، ذاك تلك اليدين خلف ظهري خلف ظهره، وهي مقبوض وساعده الأيمن مقبوض بكفه الأيسر. نحن هنا في ثقافتنا المغاربية خصوصا نمشي هكذا منذ زمن، يعني أجدادنا يسيرون هكذا معلنين بأنهم مسالمين، ولكن في نفس الوقت ربما يشبهون البحر حين الهيجان أو البركان عند الانفجار أخي مصطفى. يا سلام. أما بالنسبة للكلمة ودورها في نصرة الإخوان في فلسطين وغيرها من أوطاننا العربية، فهي تعبر عن المواساة أحيانا، وأحيانا نشاركهم بها فرحتهم. ربما بالكلمة قد خلق الله في الأصل الكون كن فيكن، ربما والكلام الطيب يشبه الابتسامة، ربما صدقة. أيضا الكلمة وخصوصا عند الأدباء، وكما تعلمون جميعا بأن الأديب يقود ولا يقاد، فكلمته قد تكون بمثابة طائرة حربية أو بارجة بحرية أو ربما بندقية على الأقل. أحسنت. المغرب العربي لي المغرب العربي لي، واسأل صدى باب المغاربة الذي يتوجع. سيبقى باب المغاربة وسيبقى المسجد الأقصى وتبقى القدس وفلسطين وكل أوطاننا العربية التي تستحق واقعا أفضل. قبل متابعة الحديث في هذا الموضوع نريد يعني استراحة قصيرة معك بفقرة شعرية تنتصر بها للشعر الموزون من جديد. تفضل أستاذ محمد، جاهزون لنستمع إلى إلقائك العذب الجميل. بحر على خسر المدينة ينطق، بحر على خسر المدينة ينطق، أو ربما بحر على خسر المدينة ينطق، ونوارس فوق الصخور تعتق، أسطورة هذه المدينة كالسماء في مطلق الكون الفسيح تحلق، أو ربما أقصوصة مكتوبة تحت الجدار على رغيف يحرق، أو ربما تاريخ أندلس وقد رسم الحقيقة وردة تتفتق، أو ربما
تجريد سفر مبحر في بحر سحر مدينة تتمنطق. هادي أنا وهنا مقامي، برزق من نور شمس مائج يترقرق، وكأنه ثوب متلألئ وكأنه ثوب به متلألئ بالسندس الخضري لونه أزرق. هادي أنا حولي مدار فاتن، فهنا غروب في الشروق يحدق، ومنارة فوق الجبال مشيرة لهرقل وهو إلى المحيط يحملق، وهنا بطوطة لم يزل في مهده طفلا صغيرا وهنا متعبا يتريق، وهنا قوارب من طارق جديد أستاذ خطت على محمد بحري. متفضلا لو سمحت، وهنا بطوطة من جديد. وهنا بطوطة لم يزل في مهده طفلا صغيرا متعبا يتريق، وهنا قوارب طارق خطت على مسار وهنا قوارب طارق خطت على بحري مسار خريطة تستنطق، وهنا حكاية شاعر قد أقسمت أن القصيدة بلدة تتحدلق. فإذا سئلت عن المدينة قل لهم هي طنجة، أو هي طنجة حسن ونور مطلق. فإذا سئلت عن المدينة قل لهم هي طنجة حسن ونور مطلق، حسن ونور مطلق، وأنعم به من نور، هذا النور الذي يعني ينطلق من مهوى الأفئدة وأول الخطوات التي اتجه في حينها طارق بن زياد من خلالها إلى الأندلس فاتحا ومعه نفر من الصادقين الذين انتصروا للعربية في بلاد الغرب. أحسنت كثيرا في هذا النص حينما استنطقت بعض الجمادات وحينما استشهدت ببعض يعني الشخصيات التي خلدها التاريخ، ومن الجميل أن يخلدها الشعر. أيضا الشعر فيه انتصار للأثر الذي يصنعه أحدهم، سواء كان عالما أو شاعرا أو طبيبا أو قائدا، وقد يكرمهم الشعر بقصيدة ويظلوا خالدين إلى أبد التاريخ. المعتصم وكافور مثلا خلدهما المتنبي من خلال قصائده، فالشعر في حد ذاته تعني سيف الدولة وكافور، عفوا سيف الدولة وكافور. نعم. فبالنسبة للشعر فالشعر هو عبارة عن وكالة إعلامية كبيرة ومنبر إعلامي كبير فيه عدة قنوات متخصصة. فعندما نتحدث مثلا عن خصوصيات القصيدة مثلا، قد تكون في الوصف، تمتاز بالوصف، ربما تمتاز بالغزل، ربما الرتاء، وهؤلاء كلهم شبه مؤرخين. والقصيدة ما أود أن أقول من هذا، فالشعر هو محطات فضائية تبث الأخبار كما كان الشعر في سالف عهده. نعم. هو الجسر، وهو القناة، وهو ذاك المضيق الرابط ما بين القبائل والبلدان. أخي مصطفى، وحضوره دائما قائم في كل المناسبات وغير المناسبات طبعا. ربما اليوم معظم أمثلتنا العربية هي عبارة عن شطر واحد من بيت في قصيدة، وربما في معلقة. فالشعر في حد ذاته مخلوق يعرف كيف يثبت هويته ويصمد في وجه هذه العولمة التي نعيشها
بالقفز في هذا الزمن. أحسنت كثيرا. بالعودة إلى الزمن الأندلسي وجماليات تلك البلاد التي تطلون عليها وربما يعني تلمحون أطلالها من وراء الآفاق حينما تحدقون بعيدا في البحار التي تفصلكم عنها أستاذ محمد، من أشعار تلك الديار هو ما قالته يوما ولادة بنت المستكفي إذ قالت: إني وإن نظر الأنام لبهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام. ما أحوجنا إلى مثل هذه يعني النبرة الشعرية التي يعني تتمسك بالحياة وفي ذات الوقت لا تتخلى عن القيم العالية والمثل والدين؟ من الممكن للإنسان أن يجمع ما بين الحياة السعيدة وكذلك الطاعة، أليس كذلك أستاذ؟ نعم أخي مصطفى، مثلا نحن كأدباء مثلا، فالطاعة هذه طبعا الطاعة هنا إذا كانت طاعتنا إلى الله، وهنا أود أن يقول أن يجعلني وإياك وجميع الشعراء الذين نعرفهم وغير الذين عرفناهم والذين كانوا ملتزمين بعقيدتهم وبقضاياهم الكبرى، بأن يجعلنا الله من أهل الاستثناء في صورة الشعراء، حتى لا يكون هذا المشاهد الجميل والمتتبعين من الغاوين. فإذا كنت تقصد الطاعة لله فهذه أول مسألة عليه أن يتخذها الشاعر والأديب والمفكر والفيلسوف والروائي أمام نصب عينيه. أحسنت كثيرا أستاذ قبل محمد، أن يضع نقطة الهدف يتوجه إليه. أحسنت كثيرا، أن تكون هذه الطاعة يعني الطاعة للنهي والأمر الذي جاءنا من لسان الله عز وجل. أحسنت كثيرا. سأعود إليك بقصيدة عمودية جديدة تنتصر بها إلى ثقافتنا وموروثنا وتراثنا، لكن قبل هذا سنخرج إلى فاصل قصير ريثما تصبح أكثر استعدادا مشاهدينا الكرام. إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا نرحب بكم من جديد، وصلنا إلى فقرة الختام من حلقة هذا الأسبوع في برنامج بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من المغرب تحديدا من طنجة الشاعر الجميل محمد سعيد المقدم. إلى الشعر مباشرة، تفضل. إذن للشعر مباشرة هي مجرد نطفة أخي مصطفى. لا بأس، تفضل. أقول فيها، وهي طبعا باختصار وجيز أخي مصطفى، التجربة كانت بسيطة، ولكن عندما يعني نترية، فعندما سمعني أحد الإخوة وهو الدكتور أحمد الحريسي قال لي: من يكتب هذا في استطاعته أن يركب البحور الخليلية. وبعد تطلعي على البحور والعروض بكل أشكاله وجوازاته وما يجوز وما لا يجوز فيه، قلت: في بورصة التاريخ سهمي نازل، وعلى صدور الشعر سهمي قاتل. عدت من غربة الأوزان، عدت محملا بخرائبي، وكأن قلبي بابل. يا سلام، ليتك تابعت هذه الأبيات وذهبت بعيدا بها، لكن لا بأس، خذنا إلى فقرة أخرى مما تحب، سواء كان من الشعر العمودي أو إلى فقرة أدبية إبداعية مكتوبة تحب إلقاءها وتريد لنا أن نستمع إليها. تفضل أستاذ محمد. ولن سأمر إلى البحر أخي مصطفى. خذنا إلى البحر الذي تحب. دقيقة، إن كنت تريد دقيقة فهذا كثير، لكن لا بأس ولا مشكلة، تفضل. للبحر حكايا، من لم يدر ما لقياه ما خفاياه،
لم يعلم أن حناياه عطاياه أنعم في البراق استوطنت منذ القديم حشاياه. لم يعلم أن الذين تاهوا في مداه لم يكونوا أبدا ضحاياه، إنما هي رحلة إلى المجد عانق الحلم فيها سماه. زرقة تدلت إلى زرقة تنسج أعصر الريح بكفها دنياه. خطت مسارات الأبد طريقا بتنا نحياه، جسر في المدى من جرأة نحن ذات يوم مشيناه. يا أنا سلام. البحار والماء محربي، الموج راحلتي، الملح أغنيتي، والنورس رؤياي. حلم فوق الحقيقة حرا كامل البهاء عشناه. أنا جندي الأفق، أنا ابن القادمين من الشرق، والخوف من دربنا قصيناه. إن كان في الدنيا وجل من الموت هاكم فتشوا صوتي، يخبركم أن الموت لغم تخطيناه. فليس لنا في الحياة دونك عون لا سواك يا الله. أنا البحار لم أكتب الشعر يوما، أنا حرفه، دماغي أنفه، قلبي يمناه. إذا الريح صفر في الأعالي فتحنا الأحضان إلى المعالي، ثم حضناه. إذا الموج يوما كالجبال جنة على حنة، ثم نام وديعا في حضني، لأني أخاه النبل زورقي، بر الإحسان مرقي، الأمل الزاخر النقي، ورقي، ألقي، كرامتي، قصيدتي. حرف أعمق من بحر الظلمات من أجلكم أيها السامعون ذات عشق. عفوا، لا بأس، خذ راحتك. من أجلكم أيها السامعون ذات عشق اقترفناه، جميل ذات جدا، عشق أحسنت كثيرا اقترفناه. أستاذ محمد. يبدو أن البحر دائما يعني يترك فيك غصة ويجعلك تشرق، لأن من يركب البحر يهزمه البحر مهما كان بحارا ماهرا. لكن الأجمل من فكرة الهزيمة والفوز فيما يتعلق بالبحر هي فكرة الصداقة. عن صحبتك مع البحر، حدثنا قليلا بعيدا عن الشاعرية، حدثنا بشكل بسيط عن يومياتك والبحر وأنت الشاعر. أخي مصطفى، يوميتي والبحر بالخصوص، وهي كمهنة كحرفة وأيضا نعم هي مسؤولية أيضا، يتجرد الإنسان من اسمه تماما، نعم، ويعمل على أن يكون هو جزءا من الريح ومن البحر. فعندما أدخل إلى الميناء أترك الشعر خلفي، أفكر فقط في الطعم الذي سأستعمله في الصيد، وأيضا أفكر في الموقع الإحداثي الذي سأذهب إليه، نعم، خصوصا إذا كانت السيارات ستكون ضدي في تلك الساعة، فتكون هناك حسابات أخرى معظمها رياضية وفلكية، ولكنها بقراءة تجريبية ليس قراءة أكاديمية. أخي مصطفى، البحر كما أسلفت فيه في بداية الحلقة هو جزء من هوية العائلة، عائلتي آل المقدم، وهي من العوائل القديمة العربية التي استقرت في قبيلة أنجرة، وقبيلة أنجرة هون نسبة لورش السفن الذي اتخذه طارق بن زياد وصديقه النجار من أجل بناء السفن للدخول إلى الأندلس. فنحن من هذه المنطقة، والمنطقة تنقسم إلى قسمين، نعم، منطقة بحرية ومنطقة فلاحية، ونحن سنتواجد على الساحل البحري المطل مباشرة على مدينة الجزيرة الخضراء وجبل
طارق ومدينة طريفة. ومهنة الصيد كانت في أجداد أجدادنا هي وبوابة الرزق الأولى التي فتح الله في وجهه. فيوميتي في البحر، لأنني كل مرة على حسب المواسم، وأحيانا نحن لا نشبه الشركات، يعني لا نقدم الاستقالات أو نطلب العمل، نحن مثل لاعبين كرة القدم، إما أن يطلبك شيء شخص أو يرشحك شخص لرب المركب. فأحيانا أكون نعم، مثل الأب أحسنت والأم حينما أشتغل كطباخ، يا سلام. وأحيانا أكون كقائد عندما أكون الرئيس بين قوسين، وحين أكون بحارا عاديا فدائما تجدني في يمين القائد وفي يمين الطباخ وفي يمين الميكانيكي. جميل. البحر نعم، البحر يسأل كيف يمسك موجه، وأنا اللحوح وفي التساؤل لجه، كلمت بالصمت العصور فأظلمت رغم الضياء وكان صمتي ضجه. أستاذ محمد، بعد هذا الحديث الشيق الشائق عن البحر، نريد أبياتا شعرية جديدة تقرأها علينا قبل أن نذهب إلى سؤال ختام هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد. اقرأ لنا من محفوظاتك لشاعر تحبه أو مما كتبت أنت، الأمر متروك لك لا فرق، أو مما تحفظ. نريد أن نستمع إلى إلقائك الجميل الآن وما ستختاره لتقرأه علينا. تفضل أستاذ محمد. سأقرأ شيئا لي من البحر الوافر، وهي قطعة أقول تفضل. فيها: دم وجع وموسيقى ورقص، وحلم طفولة ورق يقص، وعالمنا رواية مخرج من أقاصي الغرب، فيها نحن نص، ودوري في الرواية مشهد فرعي شيخ على ناس يقص. أعد البيت الأخير متفضلا. ودوري في الرواية مشهد فرعي شيخ على ناس يقص، من جميل. النسيان، وقد تجوز فيها الثورية يعني للناس والقوم، جميل جدا، لكن كلمة فرعي هنا جاءت مسهلة حتى تكون موزونة، وهي جاءت نعم، مدورة ما بين الصدر والعجز. مدورة أخي مصطفى، أحسنت وهذا أحسنت هو كثيرا. الجميل في التجديد في القصيدة العربية. ربما وقفت على قصيدة، على مجموعة من القصائد نعم، استعمل فيها هذا التدوير، ربما أنا استعملته في بحر ربما لا يقبل التدوير أخي مصطفى. مثل مثلا قرأت ديوان للأستاذ خليد بن حيمد، وهو استعمل في نصوصه العمودية مثلا في البحر الكامل، وهو الذي يحمل البيت 6 تفعيلات، ربما استخدم 7 تفعيلات. لا أظن أن خالد المحيميد يقع في مثل هذا الخطأ، ربما هو دورها بطريقة ما، يعني ينبغي على القارئ الحذق أن يعيد القراءة مجددا، وربما يعني كل شيء محتمل، لكن لا أظن أن الشاعر السوري الجميل خالد المحيميد وهو صديقنا ومن هنا نطير له يعني أزكى التحيات ويعني السلامات، أظن أنه لا يمكن أن يكون قد أخطأ هذا الخطأ يعني السهل في عروض البحر الكامل وتفعيلاته 6 مثل ما تفضلت، 3 في الصدر و3 في العجز. على كل لا بأس في ذلك ولا مشاحة، كل شيء وارد ومحتمل، إنما نحن ننتصر للضاد، ننتصر للشعر العالي، ننتصر لهذا الأثر الطيب الذي نود
يعني أحبابنا وأبنائنا أن يباهوا به ويفاخروا في قادم المواعيد. السؤال الذي أود أن أطرحه عليك في الختام، من وراء تجربتك، من وراء حبك، من وراء قراءتك، من وراء كتابتك في العربية، سواء للنصوص النثرية أو الشعر العمودي، ما الذي يتطلع إليه محمد سعيد المقدم من وراء كل هذا بكل صراحة؟ في الحقيقة أتطلع لألتقي كما فعل ذاك الشاعر الأندلسي الذي قلت بأنه ذهب يحيى الغزال العراق ليعانق نعم. أصدقائه، فأنا كذلك حلمي هو أن ألتقي جميع المؤثرين الذين صنعوا محمد سعيد المقدم، الذي كما قلنا غادرت الدراسة في سن مبكر، أهملتني وأهملت القراءة بصفة عامة، حتى أن موهبتي التي كانت يعني معي منذ بدايتي في طفولتي كنت أكتب بعد الخربشات، وهي قراءات ربما انطباعية أو قراءات ضليلة، يا يعني سلام، من خلال ما قرأناه في الشعر العمودي والنثر، وكان قد أشاد به الأساتذة التي يا كانوا سلام. يدرسوننا حينها. فاليوم أطمح لألقى هؤلاء الذين زرعوا في حب القراءة جميل. والتعلم في الكتابة، نعم. وأنتم أخي مصطفى طبعا على رأس هؤلاء، لأنكم بالحقيقة من خلال الجمعية الدولية للشعراء في أسطنبول مددتم لنا الجسور، والتقينا بشعراء خلف هذه الشاشة الكبيرة بعملها والتي يشهد لها العصر، وأيضا أشكرك. من خلال هذا البرنامج الجديد الجميل بيت القصيد الذي عرفنا على أسماء وقربنا من هويتهم لندخل من جديد إلى تسلم قصيدتهم التي تسلم عرفتنا أستاذ عليهم من محمد، قبل. شكرا جزيلا لك، فرحنا كثيرا بلقائنا بك وبإلقائك الجميل لنصوص النثر وكذلك للشعر العمودي الذي انتصرت وانتصرنا له في هذه الحلقة. وصلنا إلى الختام، يعني نرجو لمثل هذه اللقاءات الجميلة أن تتكرر بإذن الله لاحقا وكثيرا. أستاذ محمد، تحياتنا لك، وكذلك مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن وطيب المتابعة، دائما وأبدا كونوا بحرية وسلام، إلى اللقاء.